ويلكم باك بفيديو جديد على قناتكم بروجرا جيمر. اليوم انا نحكي عن تريك حلوه موجوده بالراوترز عنا بالبيوت، في ناس ممكن تعرفها ممكن ما بتعرفها، هي كيف فينا نعمل تو راوترز على نفس النتورك. شو الغايه منها؟ شو بنستفيد منها؟ شو الهدف انه اعمل تو نتوركس؟ جهز لي فنجان النسكافيه تبعك وبنرجع بنحكي. ولا اسهل من هيك انه تعمل تو نتوركس. شو الغاية منها؟ مثل ما قلنا لحتى تستفيد، مثلا انت لو افترضنا انت جيمر عم تشتغل على الكمبيوتر بدك سرعة الانترنت كلها لإلك، او بدك السرعة القصوى تكون لإلك وتعطي الباقي سرعة تانية، بتعمل نتورك خاصة فيك والباقي بفوتوا على نتورك تاني. ممكن يكون عندك في ولاد بالبيت ما بدك اياهم يستعملوا نفس النتورك تبعك، الجيمرز يستعملوا نتورك تاني، وفي إلى كتير قصص ممكن نحكي عنها بعدين. طيب خلينا نفوت بالعملة ونشوف كيف فينا نعملها. طيب أول شيء بدنا نفوت نعمل أكسس على الراوتر تبعنا. قلنا بنفوت من أي اكسبلورر عن طريق الديفولت جيت واي، حكينا بفيديو قبل اللي بده يطلع الديفولت جيت واي تبعه ويفوت على الراوتر. هي بنفوت على الراوتر باي ديفولت الباسورد بيجي ادمن ادمن، انا مغيرها كمان بالفيديو اللي قبل حكينا كيف فينا نغير هيدي الشغله، وهيدي من اهم القصص اللي لازم تعرفها انه انت تغير الديفولت يوزر نيم والباسورد كرمال اي حدا كان معه الباسورد ما يقدر يعمل اكسس على الراوتر تبعيتك. اوكي طيب نحن قلنا بدنا نعمل تو راوترز، يعني في الراوتر الاساسيه او تو نتورك سوري، يعني في النتورك الاساسيه وفي نتورك بدها تكون جيست اللي هي او بالعربي اللي هي الضيف، يعني المضيفة الشبكة المضيفة. اوكي حنفوت هلا انا عم اشتغل على تي بي لينك راوترز. الراوترز الباقيين ممكن يكون تحت اسم او عنوان تاني مالتيبل نتوركس، او يعني او تحت هيدي الخانة. يعني اللي عنده مشكلة او ما لقاها بالنتورك عنده يحكيني بالكومنتس يقول لي شو هي الراوتر اللي عنده وانا بساعده بالموضوع. اوكي حنفوت على الجست نتورك، بنفوت على الجست نتورك بتفتح معنا بيفتحوا معنا هودي البروبرتيز الموجودين. طيب اول شغله ما نعملها هي ما نعمل انيبل للجست نتورك. اوكي حفوت اعطيها اسم اللي بدي اياه. باي ذا واي انا هون فاتح هيدي المكنه تبعيتي. اوكي حاعمل جست نتورك تاني حسميها رينجر 1، هون بحدد قد ايه الماكسيموم جيستس نمبر، يعني قديش ممكن يفوتوا عليا على هيدي، ومعش يقدر حدا يفوت يعمل عليا اكسس. مثلا ححط 2، اكيد حخليها سكيورتي ما حخليها، لما حطيتها ديسيبل بتصير اوبن، بتصير مين اي حدا شبك عليا بيشبك عليا بلا باسورد. اوكي باسورد حخليها من 1 ل 8. اوكي نيجي لسكجول. سكجول هي عباره عن شو؟ يعني انا اذا عملت انيبل للوايرلس سكجول هيك ساعتها بصير في هيدي الجست نتورك اللي عملتها خليها تبين باوقات معينه. مثلا بدي اياها تبين نهار الاحد نهار الاثنين، مثلا انا بدي الاولاد يفوتوا على الانترنت بالبيت مثلا جمعه سبت احد، او حيلا شخص بدي يفوت جمعه سبت احد، ساعتها بعمل انيبل بعمل وايرلس سكجول تفتح هيدي الجست نتورك نهار جمعه سبت احد. مثلا بحط لها هون، مثلا بحط لها each day، مثلا بحطها مثلا بدي اياها لو افترضنا مثلا من الساعة مثلا 12 الظهر مثلا للساعة مثلا 8 عشية، بعمل اد هيك صارت مبينة مثلا هون عندي اياها كل الايام من هيدي الساعة لهيدي الساعة. ما شايف من هيدي الساعة لهيدي الساعة بتكون الانترنت مبينة قادرين يفوتوا عليها. وبعمل سيف. هلا انا حشيل اعمل ديسيبل واعمل سيف حتى تصير مبينه عندي. اوكي مثل ما شايف بينت رينجر 1 اللي هي نتورك تانية على نفس الراوتر. طيب هيدي اول شغله عملناها. طيب ممكن انا بدي اتحكم بالسرعه اللي بدي اعطيها للجست نتورك. ما قلنا نحن انه فينا نعمل شو الغايه منها؟ يعني بس عملت اثنين راوترز اثنين نتوركس، طيب انا بدي اعطي سرعه قليله لهيدي النتورك وانا اخذ باقي السرعه من الانترنت. طيب كيف؟
هفوت على شيء اسمه guest network bandwidth control. بعدني بنفس الخانة عم اشتغل او بنفس الاوبشن اللي هي guest network. فوت على guest network bandwidth control وبعمل enable, بكبس على click here, وهون بحدد enable bandwidth control. عندي egress bandwidth و ingress bandwidth, يعني download و upload. انا هون بتحكم فيهم قديش بدي اعطي download و قديش بدي اعطي upload. اوكي, كم كيلو بايت بير سكند بحط قديش بدي وبعمل سيف. وهون طبعا اكيد بدي اعمل enable للباندويث كنترول اذا بدي اعطيها سرعه معينه وبعمل سيف. اوكي, بس في شغله لحتى تكون عارفها, انه انت بتفوت على الدي اتش سي بي, بتنزل على دي اتش سي بي كلاينت ليست, ببينوا معك من هن اللي شابكين. وكنا عم نحكي انه كل واحد له اي بي, هون مثل ما شايف كل واحد له اي بي. هيك بتعرف انه مثلا الجالكسي اي 10 بلس هيدا الاي بي تبعه اذا بدي اتحكم بسرعته, وهذا الماك ادرس تبعه. ان شاء الله تكون استفدت من الفيديو. اهم شيء ما تنسى لايك سبسكرايب وشير حتى نوصل لاكبر عدد ممكن. تستفيد دايما, وتذكر انه الراوتر فيها كتير قصص ممكن تكون ما بتعرفها او بتعرفها ومش عارف تستعملها, ممكن تستفيد منها كتير بالبيت. وما تنسى بس بدك تطلع دايما بتعمل لوج اوت من بعد, اذا بدك تسيف بتعمل لوج اوت وبتطلع من الراوتر.